عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل ناموس يا اهل الجمايل الجو طال. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الكرام، احييكم بتحيه الاسلام الخالده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من ميدان البشاير، نحييكم من مهرجان البشاير لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في عام 2022. تأتي هذه الانطلاقات وهذه التحديات هنا مع هذه الانطلاقات مع سن الإذاعي وسن الإبداع في عالم سباقاتنا العربية الأصيلة. ننطلق في هذه اللحظات، لحظات يترقبها الكل على قناة عمان الرياضية. ينطلق شوطنا الخامس، أتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة. تقدم مباشرة الى المراكز الاولى وطالع دائما المقدمة والمركز الاول. تتقدم النايفة على المركز الاول، يقدم النايفة سالم بن حمد بن خميس البطيني يتقدم ويقدم النايفة على المركز الاول. المركز الثاني عنوان قادمة بشعار بن شامس، حمود بن عبد الله بن شامس المحاربي القادم في هذه اللحظات ويحمل آمال الزاهر. النقل للمركز الثالث، فرح القادم على المركز الثالث، واحنا نعيش هذه الفرحة في ختامية ومهرجان البشاير. قادم رعي فرح، يقدم فرح حمدان بن غدير اليحافي، حمدان بن خشير بن غدير اليحافي القادم على المركز الثالث. النقلة للمركز الرابع، أتابع في رابع المراكز هذه الشاهينية القادمة لعبد الله بن عامر اليحافي القادم على رابع المراكز. مباشرة إلى المركز الخامس، يا مزون يا خاطفة العيون، هزاع بن صبيح بن سالم الغيلاني، هذا اللي يبغي يصبحهم اليوم بمزون قادم ويتقدم مع مزون. النقلة للمركز السادس، أتابع القدوم على المركز السادس. هنا التقدم في هذه اللحظات من القادمة من المتسللة في هذه اللحظة، القادمة حضور الحاضرة بشعار عبد الله بن عامر بن حمد اليحافي يتقدم على المركز السادس. سابع المراكز الشرقية قادمة، بطيب الناصر بن حمود المالكي يقدم الشرقية على المركز السابع. النقلة للمركز الثامن، القدوم من بطولة قادمة، زاهر بن حمد بن سالم المالكي يتقدم على المركز الثامن ويقدم بطولة. المركز التاسع، قدوم من توافيق، الله يوفقك يا راعي توافيق، سليمان بن سعيد بن ناصر السعدي قادم يبغي اليوم يسعد جماهيره ومحبه حبينا توافيق. ناخذ المركز العاشر واختم نداي مع ريمة قادمة، ريمة واحمد بن حمد بن حمود اليحافي يتقدم في هذه اللحظات ويقدم. ريمية قادمة على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء الاول للعشر المراكز، اذاعتنا الاولى للعشر المراكز. لكن والله في اسماء قادمة، لكن والله في شعارات قادمة، سلالات زحفت الى هذا الختامية، الى هذا المهرجان. اعود الى المراكز الاولى، اعود الى الكادر العلوي، اعود الى القمة، اعود الى النايفة. النايفة على المركز الاول، ذكرتني بالنايفة، ذكرتني بالنايفة صاحبة الرموز المملوكة للهجان السلطانية. ها هي
الجمهورية النايفة على المركز الأول. من تقود هذا المسار في هذه اللحظات؟ انتصفت المسافة 3 كيلومترات، قطعناها، تبقى نصف المسافة. بنتابع وبنشاهد الأسماء القادمة، ولكن النايفة على المركز الأول سالم بن حمد بن خميس آل بطيني يتقدم على المركز الأول. مزون قادمة، مزون هزاع بن صبيح الغيلاني. من يقدم مزون على المركز الثاني؟ المركز الثالث الشرقية قادمة في هذه اللحظات، يقدم الشرقية بطيب الناصر بن حمود المالكي يتقدم على المركز الثالث، ويقدم الشرقية المركز الرابع. شوف القدوم، تابع للمتسللة والقادمة الشهامة. هذه أول نداء للشهامة، أتت من خلف العشر حمد بن سيف التميمي. من يقدم الشهامة القادمة على المركز الرابع؟ المركز الخامس بطولة قادمة، بطولة تبحث عن بطولة في هذا المهرجان، تبحث عن إنجاز. زاهر بن حمد بن سالم المالكي يتقدم على المركز الخامس. المركز السادس اللي وصلت هذه ريمية قادمة بشعار أحمد بن حمد بن حمود اليحافي يتقدم على المركز السادس. سابع المراكز، يا محلى الصدف يا محلى الصدف، وصلت إلى المركز السابع وياتني بالرقم 7. هذه فرحة، هذه فرحة. حمدان بن خشير بن غدير اليحافي 2 كيلومتر. ما تصلنا عن نهايتي وقصتي ورحلتي هذا الشوط. شقرة شقرة قادمة على المركز الثامن. سعيد بن محمد بن سعيد الحارثي يقدم شقرة. هذا راعي خوفة، هذا راعي خوفة القادمة. منوة والكل يتمنى الناموس. يا بن طويرش، يا بن طويرش، عبد الله بن طويرش الوهيبي. ولكن شوف القادمة، هذه مناعة، هذه مناعة. سلطان بالعبد بالشرقية الحرسوسي يتقدم ويقدم مناعة. ومزون قادم الشعار المخضرم، عدنان بن علي الرشيدي قادم في هذه اللحظات، حامل لواي بركة، حامل هنا انطلاقات وتحديات اهالي ولاية بركة. ولكن اعود الى الصدارة، اعود الى المقدمة، اعود الى المركز الاول، اعود الى القيادة. من غيرت؟ من خطفت الصدارة؟ من تقدمت؟ هذه مزون، هذه مزون. وين موقعنا يا اخواني؟ وين موقعنا؟ 1200 بوابة العبور الى خط النهاية، الى ناموس هذا الشوط، الى بن صبيح، الى الغيلاني. اللي يبغي يصبحهم اليوم، اللي يبغي يصبحهم بمزون. ولكن الشرقية من الجانب الاخر، بطية بن ناصر بن حمود المالكي يقدم الشرقية المركز الثالث. النايفة القادمة، النايفة قادمة بشعار سالم بن حمد بن خميس البطيني قادم في هذه اللحظات. وبطولة قادمة، بطولة. يا زاهر، يا زاهر، يا ابو حمد، يا ابو حمد، يا من عزاك يا ابو حمد. هذه بطولة قادمة على المركز الرابع، المركز الخامس. ريمية قادمة، احمد بن حمد بن حمود اليحافي. ولكن اعود الى الامتار الاخيرة، بدنا بالاستدارة الى المقصورة الرئيسية، الى ناموس هذا الشوط، الى الشرقية اللي مشاركة، اللي مروحة بناموس هذا الشوط. جولة الاوامر، جولة التعليمات. هذه الشرقية، هذا المالكي اللي طاير، اللي محلق في سماء هذا الميدان. ولكن بطولة، ولكن بطولة قادمة، بطولة. والشهامة، الشهامة ما بين المالكي، ما بين المالكي، ما بين بطولة، ما بين الشهامة، ما بين التميمي. اللحظات الأخيرة، بطولة ولا الشهامة؟ بطولة ولا الشهامة؟ المالكي، المالكي، التميمي. اللحظات الأخيرة، الأنكار الأخيرة، بطولة، بطولة. بحثت عن البطولة، بحثت عن البطولة، الأنكار الأخيرة. ولكن الشهامة، الشهامة. اللحظات الأخيرة، شوط الإذاع، شوط الإذاع، مع بطولة، مع بطولة.
الدولة تهانينا والناموس لك يا أبو حمد. يا أبو حمد زاهر بن حمد بن سالم المالكي المركز الثاني، الشهامة لحمد بن سيف بن محمد التميمي المركز الثالث، الشرقية لبطي بن ناصر بن حمود المالكي المركز الرابع، النايفة لسالم بن حمد بن خميس البطيني والمركز الخامس. هذه مزون، هذه مزون لهزاع بن صويح بن سالم الغيلاني. ياهو من تحدي، ياهو من انطلاق، ياهو من تنافس، دار في الرحلة 6 كيلومترات وقدمت بطولة خاطفة هذا الشوط لمالكها وإلى صاحب هذا الشعار وإلى محبينه وعشاقه زاهر بن حمد بن سالم المالكي. قطعت 6 كيلومترات بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 36 26 جزء من الثانية. مشكور يا راعي بطولة، شكرا يا ابو حمد لله درك. المركز الثاني 9 دقائق 36 28 جزء من الثانية اللي وصلتنا الشهامة لحمد بن سيف بن محمد التميمي، والله انها ما قصرت، قدمت عرض تشكر عليه التميمي. المركز الثالث، نتابع المركز الثالث، هذه اللي وصلت بالرقم 11 9 دقائق 37 38 جزء من الثانية، هذه الشرقية لبطيب الناصر بن حمود المالكي. هكذا